نادي الاهلي والجهاز الفني المحترم بقياده حسام البدري. الناس دي رجاله ومشرفينا ورافعين ومفرحينا. الحمد لله ربنا النهارده ثبتنا والفريق يستحق، ومبروك للكابتن محمود طاهر والنادي الاهلي كله والفريق كله. مبروك للنادي الاهلي. وكلمه السر النهارده الكابتن مؤمن زكريا، لان في الماتش اللي فات كان الضغط كله على علي معلول، فالكابتن حسام البدر النهارده التريكه اللي هي كانت في المباراه كلها مؤمن زكريا، واحنا شفناه ان هو كان نجم المباراه ومن اللعيبه اللي اثرت، ومبروك للعيبه كلها. كانوا رجاله اللعيبه كلهم، ومفيش لعيب واحد احسن من الثاني، كلهم احسن من بعض، والمدرب بتاعهم احسن منهم كلهم، وكلهم احسن من بعض. واتمنى ان شاء الله ناخد البطوله باذن الله، بس عايز اقول لهم حذاري من الوداد. الوداد مش سهل ابدا ابدا ابدا، وبالذات في المغرب. عاوز اقول مبروك للنادي الاهلي، ان شاء الله نكسب الوداد ونطلع ونلعب الانديه الكبار. الحمد لله احنا ما كناش متوقعين كده، كنا فاكرين ان الفريق ده تقيل وكده، ولكن الحمد لله لعبتنا كلها رجاله وثقنا فيها، وحسام البدري قال عليهم ان هم هيلعبوا ماتش رجاله، وفعلا كان رجاله. وبحب اقول حاجه بس، نجم المباراه النهارده رامي ربيعه. انا بقول شابوه الاول لقائد الفرقه حسام البدري اثبت ان هو مدرب على مستوى النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي، ومبروك لجماهيره اللي هم تعبوا النهارده معاه، عشان من الصبح وهم قاعدين بيشجعوا النادي. الحمد لله الحمد لله على المكسب الكبير ده. بتقدم بالعزاء لشهدائنا، وهم في مكان احسن مننا، ومهما حصل هم مش هيروح. اما بخصوص الماتش بتاع النهارده، فهم فعلا لعيبه رجاله واثبتوا ان هم رجاله، وهي ديت لعيبه النادي الاهلي لما بيتحطوا تحت ضغط بيعملوا نتائج كويسه. والدليل على كده ان انا بشكر اولا حسام البدري ان هو عرف يرجع ازاره، هو راهن عليه وكسب الرهان، وكلنا كنا عندنا امل ان وليد ازاره جاي، لانه مهاجم كويس وبيعت باي دفاع، والدليل على كده انه بيصنع فرص لغيره. كان ماتش كان النهارده ما كنتش متوقع طبعا النتيجه بتاعت 6-2 دي، كانت نتيجه كبيره جدا طبعا. والله الحمد لله النهارده ربنا وفقنا بالفوز الجميل، الفوز العظيم ده فضل وعدل من عند ربنا، واللعيبه رجاله فعلا، ويعني ما حسيناش ان في حد ناقص من الفرقه، والحمد لله. وهو معلول برضو الكره اللي لعبها، او هي دي اللي فتحت الماتش، والحمد لله الاهلي كسب الماتش ده. بجد ترحيب بحضراتكم، ما زلنا مستمرين في كلامنا على مباراه الامس، مباراه الاهلي والنجم، واللي فاز فيها النادي الاهلي 6-2، مباراه تاريخيه ونتيجه تاريخيه. مبروك لجمهور النادي الاهلي اللي مبسوط. احنا شفنا في التقرير يعني جمهور الاهلي سعيد اثناء المباراه وما بعد المباراه، ونشوه موجوده، ثقه كبيره من الجمهور، اللاعبين ان شاء الله بتحقيق هذه البطوله والنجمه التاسعه بامر الله. لكن خليني اقول لكم منتخبنا الوطني مسيرته الكبرى اختار 16 لعيب ان شاء الله اللي هيكونوا موجودين في مباراه غانا، وقبلها طبعا هيكون في مباراه وديه امام الامارات ان شاء الله هتكون يوم 9 نوفمبر، ثم ان شاء الله السفر وملاقات المنتخب الغاني في كيب كوست. دي تم تغيير طبعا من كوماسي لكيب كوست، كان المقرر في الاول ان المباراه هتبقى في كوماسي، لكن او غانا طلبت النقل هذه المباراه لهذه المدينه، مدينه كيب كوست، ان شاء الله هيبقى يوم 12 نوفمبر. يمكن مستر هيكتور كوبر اختار 16 لاعب محترف، عصام الحضري طبعا، احمد محمدي اسون فيلا، محمد عبد الشافي طبعا عصام الحضري التعاون السعودي، احمد محمدي اسون فيلا، محمد عبد الشافي اهلي جده، احمد حجازي ويست بروميتش، ومحمد النني ارسنال الانجليزي، ومحمد صلاح ليفربول الانجليزي، واحمد حسن كوكا سبورتنج براغا البرتغالي، وعمر جابر بازل السويسري، ومحمود كهربا اتحاد جده، وعمر جمال بيدفست الجنوب افريقي، وتريزيجيه
قاسم باشا التركي وعمرو ورده. عوده عمرو ورده لتشكيله المحترفين لمنتخب مصر من طبعا لاعب مميز ان شاء الله كل التوفيق ليه. ايضا كريم حافظ لاعب مميز باك ليفت مميز من لانس الفرنسي، ورمضان صبحي ستوك سيتي، وسام مورسي ويجن الانجليزي، وعمر مرعي ده اول معسكر لعمر مرعي كلاعب محترف طبعا النجم الساحلي. يعني مباراة كانت مهمة، وما زلنا طبعا في حالة النشوة وحالة الفرحة بفوز فريقنا فريق النادي الأهلي على النجم الساحلي بمباراة تاريخية ونتيجة تاريخية أمام النجم الساحلي 2-6-2. كابتن ياسر برحب بحضرتك. كابتن ياسر رئيس نجم مصر ونجم النادي الأهلي، برحب بحضرتك. كابتن فاروق منورنا. كابتن فاروق منور. كابتن في الاستاد امبارح. طبعا. ايه اللي خلاك كده تتحمس؟ احنا على طول بنتفرج مع بعض تروح الماتش يعني. يعني انا من فتره طويله جدا جدا ما روحتش على فكره مباراه خالص، يعني بقالي سنين. ما انا مستغرب الصراحه. فبس انا لما بقول لك تعالى نروح فانا بحب اتفرج في التلفزيون قدام التلفزيون وبقعد بس انا الماتش ده خصوصا يعني كان نفسي اتفرج على فرقه النادي الاهلي، وبرضو المباراه هناك اللي هي لعبناها هناك في النجم الساحلي وخسرنا 2-1 ده برضو كانت عاطيه له نوع من نوع مش القلق. انا واثق في لعيبه النادي الاهلي وواثق في الجهاز الفني وكل حاجه، بس انا كنت مشتاق زي ما بيقولوا مشتاق ان انا ايه ابقى موجود في المباراه. يعني كان احساس، وطلبت من المهندس شيرين الاستاذ اللواء شيرين شمس عشان ناخد منه الدعوه، والراجل ما تاخرش يعني. رحت المباراه، يعني انا اول مره بقول لك من فتره طويله ما احضرش مباريات في الاستاد. بس طبعا انا في بدايه كلامي طبعا احنا اول حاجه بنعزي الشهداء طبعا، بنعزي انفسنا بقاء الله، وان شاء الله ان شاء الله في الجنه باذن الله. تاني حاجه بشكر برضو يعني طالما احنا دخلنا في الجزء ده بنشكر طبعا بامانه لما رحت المباراه رجال الجيش والشرطه بامانه عاملين نظام كويس جدا. يعني هي في حاجات كده بسيطه مجهود غير طبيعي، بس في حاجات بتبقى واحنا رايحين وانا رايح المباراه في الناس بنشط حوالي 3 4 كيلو. يعني من بعد طريق اسكندريه وانت داخل على برج العرب بدات تلاقي ناس بتمشي على رجليها بسبب طبعا الزحام الكبير قوي، سواء باصات او عربيات ملاكي او ميكروباصات او ناس موقف بصراحه انا ما شفتوش من زمان قوي. يعني اعتقد اللي هو اتكرر بس في ماتش كاس العالم اللي احنا وصلنا بيه والماتش ده. فاتمنى في ناس اصلا موجوده في الامن. يعني انا كان معايا تصريح دخول سياره، المفروض يبقى في حاجات بتبقى لا انا وصلت الحمد لله. بس انت عشان توصل انت كل ما تسال واحد تلاقي بيوديك اتجاه، وواحد تاني تساله تاني يوديك اتجاه تاني. فنتمنى ان احنا الفتره الماتش اللي جاي طبعا ماتش مهم جدا بالنسبه لنا كنادي اهلي، العدد كمان والعدد هيزيد. فاتمنى اللي وسيله المواصلات اللي هي من طريق اسكندريه لاستاد برج العرب نتمنى اللي هي يبقى لها حل. ما ينفعش اختي او اخويا او واحد شاب او راجل كبير يمشي المسافه دي كلها. لا انا المفروض انا اوفر حاجه وسيله مواصلات كويسه توديني للملعب. فدي عندي فكره كابتن ياسر نقدر نتكلم فيها. يعني هي ممكن عمليه تجميع لمكان السيارات اوتوبيس يدخل الناس في ما فيش مشكله. يعني هي عايزه حلول. يعني الموقف اللي انا روحته ده انا عشان ادخل بالعربيه بتاعتي قعدت يعني قعدنا حوالي 3 ساعات عشان ادخل. يعني انا من طريق اسكندريه لبرج العرب 3 ساعات ما فيش مشكله، ممكن عشان الزحام، لكن من الوقت لازم رجال المرور طبعا الموجودين هناك، رجال الشرطه، رجال الجيش، كل ده لازم يبقى فيه هو التامين تمام. يعني ما فيش مشكله، لكن انا عايز اركن فين؟ انا معايا تصريح ولا لا؟ يبقى المفروض يبقى فيه حاجات معمول يفط كده، حاجات لوح معدنيه محطوطه اتجاه اللي معاه تصريح من هنا، اللي هيركن باركن هنا، ومش لازم كله يركن مع بعض. في ملاك يركن في مكان، الميكروباصات تركن في مكان، ليه الباصات تركن في مكان. مزبوط. المشي بقى انا كل اللي يعني، وده بشكر جمهور النادي الاهلي اللي يمشي المسافه دي كلها عشان اروح احضر مباراه. يعني خلي بالك المسافه ما كانتش قليله يعني. فده من الحاجات الملاحظات اللي، لكن كجمهور الملاحظات دي كويسه عشان برضو ايه يعني. استاذ وليد مهدي هو مدير اداره المباريات، وطبعا اللي هو شين شمس لو في ايضا حلول نقدر مع الامن المفروض. يعني انا لازم اريح الجمهور بتاعي كويس قوي بدل ما يمشي المسافه دي كلها. امشي مسافه بسيطه عشان تعرف التشجيع، هو رايح عشان يشجع، رايح عشان النادي الاهلي. فاحنا عايزين يروح الاستاد وهو مستمتع. مش رايح وقت تعبان يقعد في المدرج تلاقيه ولا قادر يشجع ولا قادر يقوم من على الكرسي بتاعه. لا احنا عايزين الجمهور ده هو كان اساس المباراه يعني. طيب كابتن ياسر خليني بقى اكلمك في المباراه وانت موجود، كنت في قلب الحدث واحنا بنتفرج على التلفزيون حاجه
في الملعب حاجه وانت كنت لعيب كوره ومدير فني كنت موجود بتتعامل يعني كمدرب موجود كابتن ياسر فالحته الفنيه كانت موجوده ظاهره بشكل كبير قدامك من فوق كمان بقى بتشوفها زي المباراه كابتن ياسر. بص هي المباراه رقم واحد فرقت معانا كنادي اهلي بامانه قبل ما نتكلم في الجزء الفني الجمهور طبعا انت اول دقيقه قبل ما معلول يلعب الفاول انا قاعد في المدرج واخد الاحساس ده تخيل اول كلمه الجمهور بيقول ايه من ثالثه الشمال بينهز جبال انت الكلمه نفسها الباور بيدي باور للاعيبه غير طبيعي تخيل وانت في الملعب حد بيديك الباور ده بالتشجيع ده كله بالحماس ده كله فده كانت بدايه انطلاقنا في المباراه وكمان انا هرجع بيك حاجه ثانيه ما تنساش الماتش ده انت لعب نتيجه الرجاء وعامل نتيجه سكور كويس فدي فرقه مع لعبت النادي الاهلي زي ما احنا بنقول مكسب بيجيب مكسب فدي كانت فرقه ما حدش اتكلم في الجزئيه دي خالص جزئيه المكسب انت بتكسب قبل المباراه تدخل على النجم الساحلي وانت كسبان اربعه دي بتديك ثقه بتديك حاجات كويسه قوي بتديك حماس بتديك حاجات قوي باور عالي نيجي في المباراه نفسها مباراه النجم يعني لعبت النادي الاهلي اول حاجه طبعا الجهاز الفني عمل حاجه كويسه جدا يعني جزئيه رامي ربيع اللي هو يبقى موجود في نص الملعب ده كانت غير متوقع لنا تماما يعني احنا كنا لو انت تقول لي ممكن مين اللاعب جنب عمرو السلام ممكن كنت اقول لك ممكن يحط صالح جمعه ممكن يحط مش عارف مين ممكن نبتدي بندفيد كل ده كان لكن انت تحط رامي ربيع في المكان ده وينجح بالشكل ده نجاح من الجهاز الفني طبعا وعارف أكيد. امكانيات لعبته عشان كده لما ناس كتير كانت بتتكلم على وليد ازارو وليد ازارو لا احنا ما نعرفش وليد ازارو اللي يعرفه كويس قوي الجهاز الفني ويقينا وعارف امكانياته وعارف امتى لكن احنا مشكلتنا مع جمهور النادي بنبقى مستعجلين على اي لعيب يلعب عايزه ينزل يجيب جون ويجيب اثنين وثلاثه فمجمل المباراه عندنا يعني انت لعبت بتشكيل مثالي في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى مع اللعيبه لعبنا طبعا فرقه النجم الساحلي في وسط الجمهور ده مع لعيبه النادي الاهلي عشان كده كنت انا بقول صعب احنا نخسر مباراتين ورا بعض وما زلت بكررها في اي مكان بظهر فيه او نخسر بطولتين ورا بعض فالنادي الاهلي لعب بتكتيك محترم الشكل كابتن حسام البدر برده ما غيروش غير في ظروف صالح جمعه لما اتصاب فده خارج عن ده لكن الشكل بتاعنا في توازن بين الدفاع والهجوم في توازن بين وسط الملعب والخط الهجوم اللعيبه عندنا كانت مركزه قوي 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 عندنا في ناس كانت الحالات لو انت الفرقه كلها كانت نجوم الفرقه كلها كانت نجوم انت بتبص من اول شريف اكرام لغايه وليد ازارو لا كله عايز مين يجيب جون مش فارقه معانا مين يسجل احنا عايزين نكسب والنتيجه كمان كل ما والنادي الاهلي الحمد لله من عندنا الحمد لله احنا عندنا حاجه مش موجوده في اغلبيه انديه مصر اللي احنا على طول من الفرقه اللي بتبقى قدامنا ممكن نكسب واحد واثنين وثلاثه وعشره ما بنتعاطفش مع حد عشان اللي احنا بنقع تحتيه برضه هو ما بيرحمناش فاحنا عشان كده النادي ما بيرحمش قوي يا كابتن الحمد لله لا ما احنا بقول لك ما دي ميزه في النادي الاهلي عشان كده الفرقه كلها بتبقى مركزه مع النادي الاهلي ليه؟ عشان هم عارفين النادي الاهلي ممكن يكسب بسكور بس احنا كابتن خلي بالك يعني نقطه انت اثرتها بشكل كبير احنا لما بنيجي يحصل اخفاق ما بيبقاش الاخفاق فيه فادحه او زي ما بنتكلم في جزء احنا بنتماسك يعني ما بنروحش ما بنقعش احنا ما بنقعش الوقعه اللي ممكن تبقى في تاريخنا تبقى وصمه عار زي ما بنتكلم لكن احنا بنعمل الوصمه العار دي للفرقه الاخرى بالظبط احنا المشكله احنا عندنا ميزه كويسه ان لا قدر الله لما بنيجي نخسر في مباراه ولا حاجه نخسر في مباراه او بنخسر في بطوله ما بنقعش احنا ممكن تلاقينا البطوله اللي بعدها خلاص احنا قفلنا الصفحه دي ايا كانت بخسارتها بمكسبها لكن بنخش على البطوله الثانيه بتفرق معانا احنا عشان كده النادي الاهلي ما بنقعش بسهوله يعني الحمد لله ما بنقعش بسهوله عشان احنا عندنا الجمهور ورانا الجمهور ورانا ده خلي بالك بيبقى حاجه طبعا. عارفين يعني انت مثلا شفت الجمهور امتى السنه دي شفته في ماتش الترجي ما شفناش لما خدنا دوري هو جمهور النادي الاهلي كده يجي لك في المواقف اللي هو فعلا بتبقى انت محتاج له ففعلا مباراه النجم الساحلي احنا كنا محتاجين الجمهور ماتش الترجي كنا محتاجين الجمهور وعندنا ثقه كمان ما شاء الله الجمهور عندنا بيدي ثقه للجهاز الفني واللعيبه بتخليهم مين اللي واقف وليد ازارو على رجليه هو الجمهور صحيح يعني انا قبل شفت شريف اكرامي في مباراه الترجي يا كابتن وشفت قبل ماتش امبارح قبل ما الماتش يتلعب وليد ازارو واخد تحيه من الجمهور غير مش طبيعيه ده هو ده النادي الاهلي لكن احنا هنرجع برده هنقول المباراه ده خلي بالك احنا هو النادي الاهلي كده ده الناس يقول لك مفاجاه والنادي مش مفاجاه المفاجاه اللي النجم يكسبني هناك دي اللي مفاجاه اللي هو يكسبني هناك ده مفاجاه عشان كده احنا ما جينا نلعب الترجي وتعادلنا معاه 2-2 وطلعت انا في قناه الاهلي واتكلمت قلت ايه انا واثق من لعيبتنا واثق من الجزر مش كلام لا هو النادي الاهلي بيبقى عندنا وقت من الاول كده مرنا بالظروف دي حتى واحنا بنلعب عارفين امتى
المباراه دي بالنسبه لنا بتبقى حياه وموت. فخلاص الحمد لله ان شاء الله زي ما وصلنا كاس عالم ان شاء الله منتخب ان شاء الله النادي الاهلي يبقى موجود في كاس العالم الانديه. طب النتيجه نفسها بتعبر عن ايه يا كابتن؟ النتيجه الكبيره دي بتشوفها تعبيرها عن ايه يعني؟ هل ايه اللي حصل في النادي الاهلي في اليوم ده وقبليها بيومين ثلاثه عشان نوصل لهذه النتيجه الكبيره؟ بص انت بتتكلم على النادي الاهلي، على فكره احنا واخدين دوري واخدين كاس ونتائجنا الفرقه الوحيده اللي ما خسرتش في الدوري، ان في ثوابت موجوده، ان هو السكور هو اللي ممكن يكون في توفيق كبير طبعا. الكره فيها توفيق وعدم توفيق. التوفيق ده ما بيجيش غير بالاجتهاد بالظبط. جيمي ما جاش من فراغ، ده جاء مشوار طويل، انت من اول دوري لكاس لبطوله عربيه كمان كان برضه عملت وظهر فيها بعض اللعيبه في البطوله العربيه ورجعت دخلت في بطوله افريقيا. على فكره ما بتجيش من فراغ، انت بتيجي على فرقه هو ده النادي الاهلي اللي احنا مش بنقطعه او مش كل ماتش احنا النادي الاهلي من احسن مواسم اتعملت هي الموسم ده. واخد دوري ان شاء الله، واخد كاس، واخد ان شاء الله باذن الله قربت اللي انت تاخد بطوله افريقيا، ده انجاز. ما بيجيش من فراغ، بيجي برضو من اجيال الاجيال، حاجات قديمه طبعا. قوي جيل زي ما احنا بنقول بيسلم جيل، فعشان كده انت وصلت للمرحله ده مش من فراغ. اتفضل يا كابتن. يعني اللي في الملعب حصل بقى، هو ده اللي انا بتكلم فيه يا كابتن. يعني كابتن حسام طبعا الهدف الاول اللي جه ده كان اكيد هو السر في انك ترتبك طبعا عند فريق النجم، وانت كمان معنوياتك ترتفع. فحسام تعامله بعد الهدف الاولاني هو ده بقى النقطه، ان انت دوست ما رجعتش زي ممكن في فرقه ثانيه تقول لك انا جبت الهدف بتاعي اللي انا عايزه، لكن بالزبط. انت اتعاملت بشكل مختلف تماما. هو خلي بالك برضو كابتن حسام البدري، ولو انت واقف مكانه 1-0 ما يطمنش. 1-0 النتيجة، ممكن هو يدخل في الجيم تاني ممكن يجيب جون، انت ممكن حتى لو انت جبت جونين هو لو جاب جون خلاص كده رجعت لنقطة البداية من جديد. يعني كل ما انت بتفرق جون اتنين التالت، كل ما انت بتريح اللاعب وتريح الفرق وعايز تنزل اللي عايز تنزله، زي مثلا نزول مثلا عماد متعب منزله في وقت نموذج لعماد مش محطوط تحت والله بامانه، بس هو طبعا عماد نزل في وقت اللعيبه استهلكت خلاص، اللعيبه عملت ضغط على نفسها. ما تنساش اللي مؤمن زكريا جه وقت من الوقت رجله خلاص كرام وصالح خرج، خلي بالك كان في ضغط عصبي ونفسي على اللعيبه. فالنزول في الوقت ده عماد متعب، عشان الناس كانت بتقول لك ايه هو كابتن حسام، احنا كلاعيب الكره احسن توقيت نزل فيه هو عماد، مش مطلوب منه اي حاجه ومش محطوط تحت ضغط اللي هو مطلوب منه نكسب، لا بالعكس احنا طالبين الحمد لله اللي ينزل عماد برضه الجمهور يشوفه ويعرف اللي ما فيش مدير فني بيبقى بيعادي لعيب، الكلام ده مش موجود. هي بتبقى نغمه موجوده من خلال بعض الاعلاميين اللي يقول لك عشان يظهر عند الجمهور، لكن لا كابتن حسام البدري انا متاكد قبل ما التغيير اتعمل وانا قاعد في المدرج بقول هينزل فلان برؤيتنا، وفعلا من ضمنهم كان عماد متعب، كان طبيعي اللي هو ونزله في وقت هو عايز، انا مش طالب منه حاجه، جاب جون هيصيط وهو عايزه يصيط، فما فيش مدير فني بقى منزل لعيب. صحيح. والتغييرات معموله كلها تغييرات بصراحه، وقت هو ممكن يكون التغيير اللي كنت اتمنى اللي كان يبقى يشارك عشان المباراه اللي جايه عبد الله السعيد، انا كنت اتمنى اللي هو يبقى كان له وجود، بس كابتن حسام برضه ما رضاش ينزله علشان برضه عنده اصابه ولاعيب بالنسبه لنا لاعيب اساسي مستريح وكسبان وانت عايزه المباراه الجايه، بس مش عايز كابتن فاروق بيبقى اي لاعيب في الوقت ده حتى اللي قاعد في المدرج بيبقى نفسه يشارك في حدث زي ده. برضه كابتن هيهمنا عبد الله السعيد في المباراه القادمه. عايز اكلمك بقى على خط دفاعنا كابتن، يعني بدايه من يمين محمد هاني، محمد نجيب اللي بيبقى دايما في الوقت والمكان اللي بيطلبه كابتن حسام البدري، ايضا سعد اللي بيتالق وماشي بشكل متالق جدا مع النادي الاهلي، معلول اللي بيلعب في مركزك كابتن وادائه المميز جدا في هذه المباراه، واداؤه المميز ايضا كان في مباراه الترجي هناك. بتشوف خط دفاعنا كان بمهامه ازاي؟ خط الدفاع عندنا يعني انت بقول لك كان في تركيز من الجميع، وخاصه الاربعه بشريف اكرامي كانوا كلهم اهم حاجه انا بقى احساسي عندهم او هما كانوا بيتكلموا مع بعض، اهم حاجه احنا اربعه بندافع ومعانا شريف ما يدخلش فينا جون، وده اللي حصل. محمد هاني من احسن المباريات اللي ادى بيها ولعب في المركز بتاعه سواء من الناحيه الدفاعيه او الناحيه الهجوميه. علي معلول بيطبعه الهجوم، يعني علي معلول عنده الناحيه الهجوميه دي كويسه، ودي اللي بيمتاز بها النادي الاهلي. اهم حاجه عندنا في تاريخ النادي الاهلي الطرفين. الطرفين طبعا احنا مش عايزين ننسى برضو احمد فتحي هو موجود، حسام عاشور هو موجود، عبد الله السعيد هو موجود، احنا عندنا برضو يعني ما شاء الله 30 و32 لعيب في قائمه النادي الاهلي، اي حد فيهم يؤدي بيقوم بالمهام بتاعه. لكن علي معلول بص عليه يعني لما اتفرجنا على المباراه من الناحيه الدفاعيه من الناحيه الهجوميه، الاوفرات بتاعته كور الثابته ما اتعملش، وانت عشان تحكم على لعيب في المركز اليمين والشمال اتعمل من عليا انا كام اوفر معايا
ده ما اتعملش اوفرات. عملت انا كام اوفر؟ لا انا عملت وكان ليا وكان ليا سبب ان انا احرز هدف وليا سبب ان انا اعمل احرز اصنع اهداف. فكل ده كان موجود مع خط الدفاع مع تامين سعد سمير ومحمد نجيب. لا كانوا تركيز مش طبيعي. والدليل اللي انت الحمد لله يعني الكور اللي جت علينا عاديه. طب امر طبيعي ممكن خطأين، واحد كره ثابته كابتن والثانيه كانت كره. واحنا قبل كده حذرنا، احنا قلنا برده الكره التونسيه في الكره الثابته هم مميزين على طول. ودي خلاص احنا دخلنا كمان بقى منها كابتن بقى في المباراه القادمه دي، لان هو نفس الاسلوب برضه تقريبا، بس مش زي تونس انا اعتقد. لا مش زي كره تونس. كره المغرب العربي وشمال افريقيا بتبقى بس تونس والجزائر، هم تونس والجزائر بالذات في الكره الثابته اقوى من المغرب. المغرب يمكن بتاخد الطابع بتاعنا شويه اللي هي الكره اللي على الارض، وعايزين يعني هم عندهم الطابع ده. لكن تونس لهم مميزين سواء منتخبات او انديه، وهم بيشتغلوا على دي معانا على فكره. يعني هم بيشتغلوا على دي مع انديه مصر ومنتخب مصر. لكن نادي الاهلي في ماتش الوداد لا، ده قصه تانية وحاجه تانية. وان شاء الله باذن الله اذا ما احنا 50 60 الف متفرج هيدخل ب 70 و 80 الف، وبرضه اللعيبه عندنا هتكون في حالتها ان شاء الله باذن الله اللي هي خلاص. يعني انا سمعت قبل الكلام اللي كابتن كوتشر بيقول لك، بيقول لي ممكن نكسب اثنين. لا البطل انا ممكن هنا نتيجتي ما تطمنيش، لكن هناك انا افرح بالنتائج وده اللي حصل مع الطلبه. طيب هكلمك على مباراه الوداد يا كابتن، ولكن خليني يعني باخد خط تقييمك وانت موجود داخل الملعب ورؤيتك للاعبين ومهامهم وتنفيذ المهمات دي داخل الملعب على يعني لايف كده وانت بتشوفها، غير طبعا في التلفزيونات. رامي ربيعه وعمرو السوليه في المباراه كان امس، كان شفتهم ازاي كابتن؟ لا ده رامي ربيع وعمرو السوليه من احسن ما اقول لك اللعيبه كلها. انت بتبص وانت في الملعب بتشوف اولا عمرو السوليه، يعني كانت الناس يقول لك الحركه بتاعته بتاعه. لا بالعكس، عمرو السوليه كان قايم بدور مثالي قوي 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 في خط. اولا كان مامن الاربعه اللي قدام سواء جاي او وليد لما نزل، او كان صالح موجود ومؤمن ووليد ازارو. لا الاثنين، وعندك كان رامي ربيع كمان بيامن تحت في الناحيه الدفاعيه. يعني الاثنين بيمتازوا اصلا عندهم ناحيه دفاعيه كويسه. رامي ربيع كان مع سرد باكين وكان بيزيد كمان. يعني انت على فكره استغليت رام، والدليل للجون اللي جابه برده من تحت لفوق، فدي برده كانت فرقه معانا. فالاثنين نقطه التمركز بتاعهم ونقطه الارتكاز بتاعهم لا كانوا بامانه، هم كان من اسباب فوز النادي الاهلي الاثنين دولت. ليه؟ كان علي معلول لما بيزيد تلاقي رامي ربيع مامنه، محمد هاني بيزيد تلاقي عمرو السلام امنه، زائد كمان هما بيزيدوا مع كان موجود صالح جمعه ولا وليد ولا كانت الامور بالنسبه لنا كانت جيم. زائد كمان ما الجون الاولاني ده فرق، خلانا ناخد الثقه، خلانا نلعب كوره، خلى اللي انت تطمن عفي ارتياحيه في اللعب. عشان كده انت جبت الاجوان بسبب الجون الاولاني. عشان كده الاثنين عمرو كمان عمرو السوليه ورامي ربيعه لا عملوا دور، يعني مش عايز اقول لك من كانوا من اساس الفوز بتاعنا الاثنين. ليه؟ انت علي معلول خلي بالك من اللعيب اللي هي بيزيد كتير قوي، وتلاقي ممكن تلاقيه بيمين ناحيه اليمين شويه فتره، بيلعب شمال، عنده الناحيه الهجوميه كويسه. فانت لما بقى حط واحد زي عمرو السوليه واحد زي رامي ربيعه بقى بيأمنه، لا دي كانت بصراحه كانت دور ايجابي قوي قوي ليه. طبعا غير الهدف اللي احرزه رامي يا كابتن، هدف ده دور هجومي مميز. خلي بالك المفاجاه كمان اللي احنا، انا بقيت اما شفت رامي ربيعه بصراحه في ماتش الرجاء كابتن حسام البدر اداله اخر تقريبا ثلث ساعه ونص ساعه بيشوف نص الملعب، انا قلت لا ما اعتقدش اللي هو هيديله في ماتش النجم ممكن ايه يفكر فيها ثاني. اللي يبتدي بيه لا يبقى هو عنده رؤية تانية وجهة نظر تانية. وفعلا رامي ربيع أدى سواء جاب جون، كان في مهام في الناحية الدفاعية كان 10 10، مكسر كتير. تا الاثنين على فكرة في كور كتير قوي الاثنين دول توقفوا لعب النجم الساحلي منها. طيب خلينا نتكلم كابتن على الخط الأمامي بقى اللي هو أمامهم سواء صالح جمعة ومؤمن وأجاييه. يعني أعتقد إن هما كانوا يعني مؤمن انا بشوفه هو رجل المباراه بالنسبه لي يا كابتن، يعني كاداء وكان كل لمسه كان بيبقى موجود فيها مؤمن هدف بالظبط. يعني من احسن ماتشاته، عشان كده هو جه في اخر ماتش يعني ما قدرش حتى يكمل المباراه. يمين وشمال وشغال يمين وشمال، ومن اللعيبه مؤمن من اللعيبه اللي سواء على الجون كويس، تلعبه طرف من الاطراف تلاقيه موجود، يعني سواء طرف يمين او طرف شمال موجود، لعيب مهم معانا في النادي الاهلي. فعشان كده من زمان انا متفق معاك اللي هو من احسن لعيبه كانت في المباراه، ويمكن هو بالنسبه لي مؤمن كان من اللعيبه المؤثره جدا في المباراه. الجون اللي عملها مع ازارو هو كان برده زي ما انت بتقول كل جون كان هو موجود فيه. ليه؟ كل لعيب كان تشوفها كابتن فاروق في المباراه كل لعيب عايز يعمل
اقصى ما فوسعه. ليه؟ انا قلت قبل كده، قلت يا جماعه في مباريات ما ينفعش لو فاروق بيلعب وادى اللي عليه وتعبان يرفع ايده، وده اللي انا مبسوط برضه من صالح جمعه. صالح جمعه ممكن يجي على نفسه بس ممكن يضرنا انا كنادي اهلي، لكن هو يعني زي مؤمن جه في الاخر ورفع ايده، مفيش مشكله. في تغييرات معانا يعني قبل ما مؤمن يخرج كان في تغييرات، والدليل الاجاي خرج وليد ازارو خرج، اللي عايز يريح يريح، بس انا ما ببقاش موجود في الملعب، ببقى موجود واتعب زميلي وانا عايز وانا مش قادر ومش في نفس الوقت مش عايز اخرج. عشان كده برضه في الماتش برضه لاحظت في كوره شريف اكرامي شاطها اللي هي الثابته، وانت اصلا شريف اصلا مصاب وكان بيشتكي اعتقد من الضمه، فهو المفروض بخبراته المفروض وده طبيعي جدا، الكور اللي هي كانت ثابته اللي هو بتتلعب من سواء ضربه المرمى او الكره اللي هو اتصاب فيها، لا انا اديها لسيرد باك من سيرد باكين او علي معلول او طرف من الاطراف عشان انا الشوطه دي ممكن ترجع لي تاني، وده اللي حصل. فالمفروض شريف في مواقف كده تخليه يخلي باله تكير من ده، عشان كده جه في الاخر بيرمي الكره بايده، لا هو عايز يجرب رجله تاني يشوف كويسه ولا لا. خلاص انت في مواقف تخلي الكور الثابته بخبراتك انت في سن وعارف انت ايه اللي عندك، لا خلي لعيب زي ما انت حصل كده في بعض الوقت كان شريف اكرام بيخلي اللعيبه بتاعنا سواء سيرد باك من السيرد باكات او علي معلول او احمد هاني بيشوط الكره الثابته، فلازم برضو الحاجات دي تبقى تكير او خاصه الماتش اللي جاي. كابتن ياسين نجم المباراه بقى وليد ازارو كابتن وهاتريك، ويمكن دخل كده مع نجوم كبار في حته الهاتريك في دور نصف النهائي، سواء بقى كابتن خالد بيبو او كابتن محمود الخطيب، حسام حسن، حسام حسن، مين تاني؟ ابو تريكه اعتقد، زكريا ناصف، لا ابو تريكه، ابو تريكه هو ابو تريكه طبعا هو الخامس، هو الخامس بتاعهم. فبص يا كابتن فاروق، احنا قلنا قبل كده مش عايزين لما نيجي نحكم على لعيب نحكم عليه يعني بسرعه او نقول رؤيتنا عليه اللي هو اللعيب ده قليل او هو كويس او مش كويس. الوحيد اللي بيقول رؤيته كويس او مش كويس هو الجهاز الفني او المدير الفني. احنا قلنا قبل كده على كولوبالي مش كويس، تنزل دقيقتين الكابتن حسام مش مقتنع بيه، ده مش موفق. جه بعد كده كولوبالي كل ماتش بيجيب جون واثنين وثلاثه وكان هو اللي بيكسب النادي الاهلي. هنيجي على وليد ازارو برضو، كل الناس بالاجماع يعني خلينا نتكلم بصراحه، ولو جينا كنا بقى ورا الكاميرا هنقول لا وليد ازارو لا مش هداف النادي الاهلي، لا لاعب قليل ازاي. لقينا مع الوقت هو كابتن الجهاز الفني وكابتن حسام عنده رؤيه احنا مش شايفينها، والدليل الولد على فكره سريع زي ما بيقول بلغه الكره بيهد الديفنس، لا بيهد الديفنس يعني هو متعب للديفنس اللي بيلعب عليه، فعنده مميزات كتير. حته اللي يجيب هنا هيجي امتى ده؟ مع الوقت، مش كل ما ينزل، احنا مش جايبين واحد هيمسك عصاصه حراريه كل ما ينزل الماتش يجيب له جون، بالعكس هو لعب ماتشات، وعلى فكره الفتره اللي لعبها مع النادي الاهلي مش فتره طويله، انت جبته من المغرب على طول ماتش وماتشين كان موجود، فمع الماتشات لا، فالواد كان عايز ياخد ثقه، خد ثقه في ماتش ودي من اللي كان موجود اف سي مصر جاب في جون، والناس برضه قال لك جون سهل يعني، الناس عارف الناس مش واقفاله على اللي هو عنده عاطفي احساس ان هو مش كويس، لكن مع الوقت مع التمرين مع الشغل اللي كابتن حسام، وفي وقت من الاوقات انا قريت ودخلت اللي كابتن حسام بدري بدا يشغله على الجون على المرمى لوحده، هو عايز شغل تخصصي فيتعامل معاه، فالولد وعشان هو عارفين اللي دي خامه كويسه وماشي كويس، وده اللي حصل اللي في الماتشات كلها الولد لا الولد عنده ولاعيب كره كويس. بس حركاته في ماتش الرجاء كابتن قبل طبعا تألقه في مباراه الامس يعني. بالظبط، هو على فكره انا قلت لك يا كابتن فاروق هو لاعيب مميز، بس احنا مشكلتنا كمصريين عامه بنحكم على اي لعيب بسرعه، على مدير فن بسرعه، عندنا الحكم ده بسرعه، زي كمان الكاميرا عليه، اللعيب جاي من بره محترف مع النادي الاهلي، هو لازم، انا حتى قلت له قبل كده من خلال برضه قناه الاهلي قلت له خلي بالك جمهور الاهلي بيبقى على طول يعني، انت النادي هو جاب لك ثلاث اجوان، لو جه ماتش ما جابش اجوان هتلاقي الناس تنسى، اكنك ما عملتش حاجه، ما عملتش، هو النادي الاهلي كده. انا حتى بقول لابني بقول لاحمد بقول له خلي بالك انت في النادي الاهلي تكسب النهارده ما فيش تريح، النادي الاهلي كده، كسبت ماتش جبت جون ايه اللي بالصفحه خش على اللي بقى، هو النادي الاهلي كده، جبت بطوله اقفل البطوله تجيب بطوله ثاني، ليه النادي الاهلي كده على طول على طول زي ما بيقولوا جعان على طول. صحيح. فده انا بقول له وليد ازارو الخطوه اللي انت خدتها دي ادت لك ثقه، بس لازم تعرف استمرارك كاتب بنفس الشكل بالظبط. احنا نتمنى بقى خلاص انت خدت ثقه في ماتش زي ده وماتش تقيل، الماتشات اللي جايه ما تقلقش، ضيع وروح للجون وضيع ما فيش ولا مشكله، هتجي لك هتجي، طالما بتضيع يبقى هتجيب، وانت انت يعني انت في الجزئيه دي انت ممكن تتكلم فيها احسن مني، عشان انت اللي واخد الاحساس ده، انت كمحمد فاروق انت اللي كنت بتعرف احساس الفرد لما بيجيب جون بياخد الثقه تلاقي على طول طبعا، اما بتبعد عنك شويه طبعا. كابتن اللي حصل كمان مش في اي مباراه،
طبعا مباراه تاريخيه بالنسبه له يعني بالنسبه للجمهور ونتيجتها كمان بالزبط. تاريخيه في الدور ده كمان بالزبط. فبالتالي هو اسمه وثقته دلوقتي بيعلى عند جمهور النادي الاهلي وثقتهم كمان فيه عاليه قوي بالظبط. هو لازم يحافظ على النقطه دي وجوده داخل ال 18 زي ما هو موجود كده كابتن بالظبط مكانه مناسب يعني انا اول ما جه برده كان انا اعتقد كان قلقان هتلاقيه بيلعب على الطرف شويه مش عايز يدخل في ال 18 كتير خايف لا يضيع الجمهور لا ما خلي عندك ثقه في نفسك ما فيش مشكله ان انت تضيع ما فيش مشكله طبعاً. ان انت فرود لازم يضيع اصلا انت لازم تضيع انت لو ما عارف لو انت ما بتضيعش يبقى انت مش فرود انت لازم تضيع عشان تبقى انت فرود لكن انت لما تروحش على الجون وقلقان وخايف لا يبقى انت كده مش هتجيب جون صحيح. وحتى لو رحت للجون لا خلي عندك ثقه في نفسك وهو الحمد لله يمكن الماتش ده اداله ثقه عاليه قوي يعني من الماتشات الثقيله قوي اللي هي قابلته حتى في تاريخه اللي انت بتلعب والجمهور الاهلي وهو بيمشي في الشارع اكيد عارف يعني هو بعد الماتش ده هتلاقي الجمهور كله لازم يعرف ان جمهور الاهلي ده جمهور عظيم طبعا وجمهور يعني بيخليك يعني قبل المباراه سمعت الجمهور وهو بينده عليه بصراحه لو اي فرقه ثانيه يقول لك لا انا اشوفه الاول او هو ما شفتش منه لكن الجمهور ده جمهور النادي الاهلي طيب اخدك لمباراه الوداد بقى كابتن المباراه النهائيه وكلنا امل بامرنا ان شاء الله كده نعمل نتيجه جيده هنا في ان شاء الله في استاد برج العرب ونحقق طبعا نتيجه مميزه ثم طبعا المباراه الاخرى في المغرب وناخد بطوله افريقيا خدناها كتير من بره كابتن يعني مش لازم في القاهره يعني خدناها قبل كده من تونس خدناها قبل كده من القطن الكاميروني في الكاميرون خدناها في حتت كتير بره مصر فبالتالي مش جديده علينا لكن ايه المطلوب يا كابتن بقى في المباراه القادمه والاستعداد من دلوقتي ايه المفروض يعمله كابتن حسام البدري الفتره القادمه؟ طبعا احنا مش بنقول لكابتن حسام يعمل ايه ولكن لا بس بنقول وجهه نظرنا مش اكتر بص يا كابتن فاروق اولا لعبت نادي الاهلي تعرف ان فرقه الوداد جايه هنا بالنتيجه اللي انت عملتها مع النجم هيبقى قلقان جدا طبعا هيبقى تركيز الان ولا كابتن الان لا طبعا الان يعني الان لصالحنا هو برضه خايف للنتيجه دي تتكرر فهيبقى واخد بحذره قوي 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 وده اللي اعتقد الكابتن حسام هيتكلم فيه خلي بالك احنا كسبناها هنا 2-0 كابتن في الماتش وخسرنا هناك برضه وخسرنا هناك ايوه يعني هي فرقه بس هي من الفرقه اللي نتيجه ايجابيه لنفسها نتيجه كويسه نتيجه طول البطوله كويسه نتائج محترمه انا مركز معاهم نتائجهم كلهم محترمه يمكن النتيجه اللي هي اعتقد نتيجتنا اللي احنا كسبناهم هنا وهم كسبونا هناك وبعد كده نتائجهم كويس حتى كسب اتحاد العاصمه وبعد كده اتعادل معاه هناك ورجع كسبه هنا 3-1 فنتائجه كويسه وفرقه طالما وصلت نهائي يعرف ان هي فرقه محترمه طبعا لازم ما فيش شك لكن انت لو كنت قلت لي ياسر نقابل الوداد ولا نقابل اتحاد العاصمه لا انا اقول لك نقابل الوداد ليه نفس طريقه لعبهم ونفس كورتهم قريبه مننا شويه انا لعبت قدام سواء في المنتخبات ومع ولا مع الانديه اللي هي المغربيه لا هم قريبين مننا حتى هناك الماتش من زمان انت مش غير ما تلعب النهائي في تونس غير ما تلعب النهائي في الجزائر انا بكلمك بامان لكن انت في المغرب لا الامور بالنسبه لهم هم عندهم الموضوع الثقافه وموضوع الديمقراطيه في حته ما فيش التعصب اللي انت شايفه ده في الجمهور بيشجع زيه زي جمهورنا لكن المباراه بالنسبه لنا يعني احنا بنقولها هنقسمها على شوطين زي ما احنا نتكلم في الكوره الشوط الاولاني هنا اولا زي ممكن ربنا يوفقنا ان شاء الله في البدايه يعني اتمنى ان شاء الله اول 10 دقائق وربع ساعه يكون ان شاء الله احنا باذن الله النادي الاهلي جايب جول هتفرق معانا قوي كل ما الوقت بيعدي خلي بالك بتبقى الهدف الاولاني اللي جه ده فرق معاك انت فرق معانا جدا عشان كده عدى ربع ساعه ومن غير ما تقعد وكان على فكره في الوقت ده ماتش النجم الساحلي كانت فرقه النجم الساحلي تبدا لسه تدافع الجون اللي جه ده خلاص دربك لهم حساباتهم كلهم يعني هو جاي يامن ويلعب على المرتده ده اللي انا شايفه في الملعب الماتش لما جبت فيه جون لا ما لحقش يعمل اللي هو السيناريو اللي قوله فالماتش هرب من فرقه النجم الساحلي بالله ماتش الوداد اكيد هيتفرجوا على ماتش الاهلي والنجم الساحلي وهيدرسوا النادي الاهلي كويس قوي وهم دارسينه وعارفين النادي الاهلي بس هو يقول لك انا هنا اخسر باقل النتائج هو كفرقه الوداد يقول لك انا ما اخسر هنا مثلا واحد غير ما اخسر اثنين اخسر اثنين غير ما اخسر ثلاثه لكن المباراه بالنسبه لنا اتمنى ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي زي ما هم بدايه اول 10 دقائق او ربع ساعه تكون محرزه ان شاء الله كابتن خليني بس اخد سريعا مكالمه من كابتن النادي الاهلي يعني سابقا كابتن شريف عبد الفضيل واحد من مدافعي النادي الاهلي المميزين كابتن شريف مساء الخير عليك مساء الخير يا كابتن فاروق على ضيفك الكرام في كابتن ياسر ايان نجم مصر طبعا موجود معانا ونجم النادي الاهلي حبيبي يا كابتن وحيد الحمد لله شريف ياسر ازيك شريف طمنا عليك الاول بس سريعا وبعد كده هاخد رايك في مباراه امبارح وان شاء الله المباراه القادمه رايك فيها برضه لا انا تمام الحمد لله والله انا خلاص كده كان اخر فتره كهربائيه مع النادي الاسماعيلي الموسم اللي فات
وبس، فان شاء الله هتجي بقى ان شاء الله كان تدريب ان شاء الله. بالتوفيق ليك يا شريف، اكيد هتبقى موجود ومميز، اكيد خبرات خدتها من وجودك في النادي الاهلي هتطبقها بشكل كبير في اي مكان هتكون فيه. قول لي بقى رايك في مباراه الامس. لا الحمد لله، يمكن انا كنت حتى اتكلمت مع كابتن حسام على التليفون قبل الماتش كام يوم. ويعني انا كابتن حسام بتواصل معاه كتير ومع معظم اللعيبه في النادي لان هم معظمهم اصحابي اصلا. اكيد. بتكلم معاهم بصراحه، يعني الناس عندهم اصرار وعزيمه غير طبيعيه زي ما انت عارف يا كابتن، احنا متعودين عليك والنادي الاهلي، الاسس والمبادئ والاسلوب والطريقه والمعامله وكل حاجه. اكيد. عارفين يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه لما تبقى داخل على بطوله. ما ينفعش ان انت الجمهور بتاعك مش متعود منك على ان انت لازم البطوله دي تبقى بتاعتك خلاص، في المنتهي. فالحمد لله انا شايف ان الماتش الاسلوب وطريقه اللعب والمفاجاه بتاعت كابتن حسام لينا في اداء اللعيبه والتزامهم قد ايه، في ظل ان انت تبقى كسبان 4 كسبان 3 كسبان 6 التزام قد ايه موجود في الملعب من اللعيبه. صحيح. كان في النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه، كانت الاثنين على الاطراف الهافات بتوعنا كان وليد سليمان وإذا كان مؤمن وإذا كان مؤمن. فده شيء واضح جدا على اللعيبه زي ما قلت ايه، من ده كانت نواحي فنيه ونواحي جماهيريه. بص الجمهور من اول دقيقه عامل ازاي. صحيح. هو ده الفريق البطل. صحيح. هو ده الفريق البطل، شيء متكامل. صحيح يا شريف. طيب خليني اكلمك بقى مباراة قادمه تتوقعها يعني مش عايز اقول يعني كانت مباراه امبارح سهله، لا احنا اللي سهلناها على نفسنا، ولكن هي مش سهله. احنا سهلناها، احنا سهلناها على نفسنا. لا احنا سهلناها على نفسنا، لكن تتوقعها بنفس السيناريو مثلا؟ تعتقد ان الامور هتبقى صعب بسبب النتيجه دي؟ بص يا كابتن فاروق، احنا يعني الناس كانت شايفه من النتيجه ان الفريق نجم، فريق متواضع وفريق لا بالعكس خالص، يعني الحمد لله ان كتير المباراه مشي بالشكل. فريق النجم كان فريق كبير، وان يوصل للسيمي فاينل ده مش فريق صغير. ودي بتحصل في الكوره ان انت طبعا النتيجه توصل بالمنظر ده، ده يبقى الحمد لله في توفيق يعني الحمد لله. وارد تمام. انما الوداد المغربي انا لعبت قدامه في البطولات اللي فاتت، فريق قوي جدا، شعبيه كبيره في المغرب، ليه جماهير عريقه، فرق المغرب العربي معروف ده ولعبه بطريقته، ناس كلهم عندهم امكانيات عاليه قوي فنيه، وبعدين فرقه وسط النهائي ونهاية افريقيا. صحيح. لا فما تقوليش ان انت بقى خلاص 6-6 يبقى انت رايح تلعب نفسك. لا طبعا نفسك ايه؟ ده نهائي، ده نهائي في دوري ابطال افريقيا مش سهل. احنا عندنا يا كابتن فاروق معلش ناس في مصر هنا وناس في الاعلام بالذات بتوصل لك احساس. لا واحنا يا شيف مش عايزين نوصل الجزئيه دي للعيبه، وهم اللعيبه فاهمين طبعا. لا اللعيبه فاهمه جدا وبتعرف تفصل نفسها بشكل كويس جدا. صحيح. بالذات انا مش عايز احساس ماتش الكونغ بتاع المنتخب يوصل للعيب. انت وصلت كسبان الماتش قبل ما تلعبه. لا طبعا لا صحيح كلامك مظبوط. اتمنى ان شاء الله ان شاء الله نقدم مباراه قويه، مباراه الذهاب والعوده ان شاء الله نتوج ان شاء الله بالبطوله التاسعه. كابتن شريف بشكرك شكرا جزيلا. كابتن شريف عبد الفضيل طبعا واحد من اللاعبين المميزين كانوا في النادي الاهلي. كابتن ياسر قبل ما اختم معاك سؤالي سريعا، مباراه قادمه في تشكيل لازم كابتن حسام بدري يحطه، في عوده بعض اللاعبين زي احمد فتحي، سام عاشور ان شاء الله بيرجع بالسلامه، عبد الله السعيد، بالرغم تالق مثلا واحد زي رامي ربيعه في وسط الملعب، تفكير كتير عند كابتن حسام بدري في التوقيت ده. لا اعتقد ان كابتن حسام يعني برضه في لعيبه كان اساسيه، مش معنى انهم بعدوا عشان اصابه وبعدوا عشان ايقاف، فاعتقد ان كابتن حسام بدري يعني في تغييرات هتحصل، مش معنى ان احنا كسبت المباراه يبقى انا لا بالعكس، كل لعيب له دور وعارف امتى ينزل اللعيب، لكن اعتقد اللي هو هيرجع اللعيبه اللي كانت زي حسام عاشور لو هو رجع سليم هيبتدي بيه، عبد الله السعيد هيرجع برضه لو هو يعني اعتقد هو سليم 100% هيرجع. احمد اللعيبه عندي اساسيه، مش معنى كده هو ما لعبش علشان ايقاف، ما لعبش عشان مصاب، مش ما لعبش عشان هو مثلا بس ما يبقى فني متالق ممكن اديله اكمل لكابتن ولا بس ماشي. لا بس لا ما اعتقدش، انا اعتقد الكابتن حسام بدري هيبدا بشكل اكرامي، هو ما بيحبش غير بس يعني يعني حتى لو انت لعبتك هرجع تاني الاساسي برضو مهما كان، ما انت بديل ما شريف اكرامي هيلعب احمد فتحي، هيلعب رامي ربيع وسعد سمير، هيلعب علي معلول اعتقد، هيلعب بحسام عاشور والسليه، هيلعب باجاي، وهيلعب بمؤمن زكريا، وهيلعب بعبد الله السعيد وازار.
ده التشكيل ده التشكيل اللي اعتقد اللي هو يعني خلاص يعني كابتن حسام يعني كل حاجه لمكانها. بص يا كابتن فاروق لازم تعرف برده في لعيبه لازم تبقى موجوده معاها على الدكه. يعني صالح جمعه مهم موجود وجوده على الدكه برده بيفرق معاه ما بينزل. وليد سليمان بيفرق. في لعيب عماد متعب لما موجود بيفرق برده. في وقت من الاوقات ممكن احتاج عماد متعب. يعني خلي بالك هو موقف زي اللي بتاعت عماد متعب ده لا ممكن احتاجه. صحيح. ففي لعيبه لازم تبقى معاها مش كله هيبتدي. صحيح. فده اللي اتمنى ان شاء الله الماتش الجاي كابتن في الاستاد ولا مش لا ما هو كده بقى ما احنا بنكسب بس كده خليت انت وشك حلو بقى تروح نشوف بس اللي هو الشاشه قبل معانا ايه ان شاء الله لا بيسهلوا الدنيا ان شاء الله ان شاء الله لازم نروح طبعا لازم نساند اللاعب. انا ببقى سعيد جدا والله يعني انا انت ما تشوفش الجمهور وانت في الملعب طبعا والله العظيم حاجه تفرح. كنت في منتخب مصر برده ماتش كوم كان حاجه جميله والله بس والله حاجه تفرح. انا امبارح يعني الماتش يمكن لو انت قلت لي طب اتفرجت على المباراه ده في ماتش في اوقات كتير قوي انا بركز مع الجمهور طبعا بقول عايز بقول للاعيبه النادي الاهلي انتوا معاكم والله العظيم مش فعلا الجمهور ده عندنا رقم واحد ده كنز رهيب. صحيح صحيح. شكرا كابتن ياسر. شكرا كابتن فاروق. شكرا نلعب بكره بقى مع بعض ان شاء الله باذن الله. اشكركم شكرا جزيلا. يعني كنا معاكم فرحه ما زالت مستمره ان شاء الله بقى بنطوي صفحه مباراه النجم الساحلي. انبسطنا وسعداء ونفضل لسه طبعا لسه المهندس عبد القيعي لسه هيحتفل طبعا مع استاذ ابراهيم منيسي بعديه طبعا بعد الفاصل هيكون معاكم برنامج ملوك الكتاب. ولكن هنفضل مستمرين في الفرحه احنا كاعلاميين ولكن طبعا الفريق خلاص قفل هذه الصفحه بيفكر وبيستعد للمباراه القادمه مباراه الوداد ونهائي افريقيا. واملنا ان شاء الله في تحقيق النجمه التاسعه ده دايما باستمرار. ده هو هدفنا من خلال طبعا قناتنا قناه النادي الاهلي وجمهورنا بامر الله دايما باستمرار. النادي الاهلي معاكم.